من دمشق عبر سكايب تنضم إلينا مراسلة الغد سلافة شحادة. سلافة صباح الخير، طلعينا على الأوضاع والتطورات الميدانية إذن في إدلب ولا سيما بعد قطع دمشق، الطريق أمام ممرات العسكرية التركي. نعم، بعد المعارك التي شهدتها منذ خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي وتوجه الجيش السوري باتجاه المناطق الأخرى مثل كمان عوامورت و يعني ملاحقة المسلحين البارين من تلك البلدات والقرى والمزارع في المحيط الشرقي لبلدة خان شيخون، كان هناك ضغط كبير على الأهالي والمدنيين المتواجدين في تلك المناطق خاصة من خلال استلامهم من قبل التنظيمات المسلحة التابعة لجبهة النصرة الإرهابية كملجأ لهم بعد فرارهم من المناطق التي سيطر عليها الجيش السوري. الدولة السورية يعني ووفق مصدر رسمي في وزارة الخارجية تحدث عن قيام الدولة السورية بفتح معبر في اتجاه بلدة صوران للمواطنين الراغبين في الخروج من المناطق الخاضعة لسيطرة الإرهابيين في ريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي وبحماية الجيش السوري في تلك المنطقة، وسيسعى وفق المصدر إلى تأمين كافة المستلزمات للمواطنين من مأوى وسكن وأيضا غذاء ودواء وكل الاحتياجات التي يتطلبها من سيخرج من تلك المناطق. هذا الأمر فور حصول أو فور خروج المدنيين ربما سيسهل العملية العسكرية في تلك المناطق خاصة بعد تضييق الخناق على المسلحين في تلك الأرياف. طيب سلافة، يعني بعدما فتحت هذه الممرات الإنسانية هل رصد خروج أي مدني أم ليس بعد؟ حتى الساعة يعني ليس هناك رصد لأي خروج من المدنيين. كما تعلمين يعني المناطق التي يتواجد فيها المدنيون جميعها يعني خاضعة لسيطرة المسلحين، وبالتالي سيكون هناك ممانعة من قبل التنظيمات المسلحة لخروج أي مدني ومحاولة قتل أو استهداف أي مدني كما صار سابقا في مناطق ريف دمشق وغيرها من المناطق التي فتح معابر ولم يسمح للمدنيين بالخروج من قبل التنظيمات المسلحة. اليوم ربما يتكرر المشهد ايضا في ارياف حماة الشماليه وإدلب الجنوبيه خاصه مع استهداف الجيش السوري وفق عمليات مدروسه و يعني دقيقه بمعابر الامداد التي يحصل عليها المسلحون والارهابيون في تلك المناطق من الجهات الشماليه وخاصه المناطق التي ربما حاول الرسم التركي الوصول اليها، والمعلومات حتى الساعه ان هناك توقف لهذا الرصد في المناطق الشماليه وعدم تقدم خاصه بعد سيطره الجيش الكامله واستهداف المسلحين الذين كانوا يحاولون الوصول الى الرصد وايضا قطع الطرق بشكل كامل، وهناك معلومات تشير الى يعني قيام هذا الرصد ببناء دشم وغيرها من المسافر في تلك المناطق لحمايه ربما من يتواجد معهم المسلحين وايضا عناصر في هذا الرصد. بعد قطع الطريق امام هذا الرتل التركي، تركيا قالت ان الدوله السوريه تلعب بالنار، هل من موقف رسمي من دمشق حول هذه التصريحات التركيه ام ان الاجابه اجابه الدوله السوريه تكون على الميدان فقط؟ يعني الإجابة الأقوى كما دائما تتحدث عنها الدولة السورية هي على الميدان، خاصة بأن الدولة السورية دائما وصفت أن تركيا هي من يلعب بالنار وهي من يتعدى وينتهك حقوق القانون الدولي وأيضا حقوق وسيادة الدولة السورية في أراضيها، وهو من قام بالاعتداء على الأراضي السورية. فوفق القانون الدولي الرد السوري سوف يتم الدفاع عن أراضيه بشكل عام، وهذا الأمر المعروف دوليا المتفق عليه، ولن ربما تجد اي اعتراض من هذا الجانب، خاصه ان هناك الكثير من الاعتراض الدولية والعربية على دخول الرسل التركي أو دخول تركيا في هذه المعركة، خاصة إن كان هناك حصل هناك صدام مباشر، فهذا الأمر سوف يؤدي من وجهة مراقبين إلى حدوث ربما حرب إقليمية أو حرب يعني شبه كبيرة يتورط فيها عدد من الدول الأخرى والراعية لهذه العمليات العسكرية والداعمة للتنظيمات الإرهابية في الشمال من جهة وأيضا الحليفة للدولة السورية من جهة أخرى. شكرا جزيلا لك من دمشق عبر سكايب، كنت معنا سلافة شحادة مراسلة الغد.